السلام عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم الحلوى الشماليه ديال بيان. كتجي رائعه وكتجي كدوم في الفم، نخليكم تكتشفوها مع الصوره. كتجي على هذا الشكل هذا. المهم دابا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي نص كيلو ديال بيان مطحون مزيان، تتشوفوا يعني تلين معكم. معلقه ديال قرفه كبيره، غادي نضيف المزلافة كبيرة ديال السكر كلاسي، غادي نضيف نفس الزلافة اللي عبرت بها السكر، غادي نعبر بها زيت المائدة، وغادي نخلط الكل مع بعضياتو مزيان حتى يتجانس لي المكونات مع بعضياتو. دابا ملي تخلطت المكونات مع بعضياتو غادي نضيف الدقيق تدريجيا حتى نجمع لي العجينه ديالي، نتحصل عليها العجينه تكون رطبه ولينه. بالنسبه للدقيق شحال دات لي، يعني دات لي نص كيلو ديال الدقيق، معايا 500 غرام ديال الدقيق. العجينه ديالي ها هي كيف ما كتلاحظوها، يعني جمعت لي جات على شكل هذا. يعني من نجنوها بيدنا نشوفها يعني ما كتلتصقش في يدنا، يعني على شكل هذا. انا كنوريكم يعني ملي كنجيو نكورو العجينه يعني كتبقى مجموعه ما كتلتصقناش في اليد ديالنا. دابا عندي هنايا لطا عملت فيها كغد ديال الزبده، وغادي نبقى نشكل في الشكل ديال الحلوى ديالي. انا هنايا غادي نعمل قليل من السيجار طويل، وغادي نعمل الدوائر كما تلاحظوا في الصوره، لان غادي نستعمل يعني جوج تشكيلات من نفس الحلوى. يعني على هذا الشكل هذا كندورها دائريا، وكنتكيليها غير كنضغط عليها غير شويه، وغادي نستمر في الشكل ديال الحلوى حتى تساليها كامله. بالنسبه ملي نبداو نشكلو في العجينه ديالنا، نسخنو الفرن الحراره ديالو 180 درجه لمده طهي 20 دقيقه. غادي ندخلها الفرن. هنايا جبت الحلوى خليتها بردت تماما، تبرد معكم يعني حتى تشوفوها بردت مزيان. كنوريكم الشكل ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني ما خصناش نحمروها مزيان، غادي نشوفوها بدات باللون الذهبي. صافي، عندي هنا التسريبتات هادو ديال الحلوى، عندي سكر كلاسي، وغادي نبقى نفند الحلوى ديالي في السكر كلاسي. علاش قلت لكم يعني خصنا الحلوى تكون بارده باش السكر كلاسي ديالنا ما كيذوبش. بالنسبه للكويغطات، عندي هاد التسريبتات هادو هاد الحلوى، لان معروفه في الشمال يعني الحلوى هادي اللي كنعملوها كنعملوها بهاد التسريبتات هادو. بالحكم انا دابا هنايا في اسبانيا ومي مشيت نشريهم يعني ما لقيتهمش، وعليها عملت شكل دائريا. مهم غير بغيت نوريكم يعني الطريقه ديال التحضير ديالها. صراحه يعني التسريبتات هادو كيجيو رائعين في نفس الشكل ولا في المذاق، وحتى المنظر كيعطيوهم رائع. المهم انا غادي نصبر في الشكل ديال التسريبتات ديالي. وبالنسبه ديال الحلوى اللي دائريه، غادي نفندها في السكر كلاسي حتى هي، وغادي نعملها في الكويغطات دائريين. المهم نتوما مع الفيديو وبقاو معاه حتى الاخر. مهم بنات، الحلوى ديالي ها هي كيفما كتلاحظوها في الصوره. صراحه كتجي رائعه رائعه بزاف، وكتجي كذوب في الفم. بالنسبه يعني شحال خرجت لي من حبه، خرجت لي 64 حبه. صراحه كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله. و الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم،
وتخليوا لي شي تعليق، والى اول مره كتشوف القناه ديالي ضغطوا على الجرس باش تتبعوا كل ما هو جديد ديالي ان شاء الله. وبالصحه والراحه، وخليتكم على خير، ونهاركم مبروك.